توجيه معالي الشيخ لأحبتنا وأبنائنا وبناتنا الطلاب الذين يدخلون غدا وبعضهم من الأسبوع الماضي دخل الاختبارات. هي مرحلة يعني مفصلية وحاسمة في حياة الطلاب وأسرهم، تتطلب جهدا وإخلاص لله عز وجل فيما يطلبونه من علم وعلوم لنفع أنفسهم أولا ولنفع مجتمعهم وبلادهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الاختبارات الدراسية مرحلة مر بها أكثر الناس، ومن أراد أن يدخل مرحلة من مراحل حياته ينبغي به أن يستفيد ممن له تجارب سابقة في ذلك، ونحن ممن سبق أبناءنا الطلاب في مثل هذه الأمور. ولذلك أوصي أبنائي وأحبتي ممن لديهم اختبارات بعدد من التوصيات. أول هذه التوصيات ألا يرهق الإنسان نفسه، فإن بعض الطلاب يشتط ويسهر كثيرا ويتعب نفسه في القراءة والمراجعة، ويكون ذلك من أسباب دخول المعلومات بعضها في بعض بحيث تختلط عليه. وكون الإنسان يقدم بذهن صاف ونفس مطمئنة وقلب هادئ في دراسة ومراجعة مقرراته، هذا يجعله يضبط دروسه أكثر مما لو جعل لها وقتا أكثر لكنه كان متعبا مضطربا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والوصية الثانية للجميع الاستعانة برب العزة والجلال، هو المعين وهو جل وعلا الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، وهو الذي يمكن الإنسان من تحصيل العلوم ومن حفظها، وبالتالي يستعين الإنسان بالله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه سبحانه وتعالى. والله تعالى قد وعد المؤمنين بإجابة الدعوات، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان من الأدعية القرآنية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العلم النافع. وقد أثر من الأدعية في هذا: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المرسلين. فهذه الدعوة دعوة مأثورة في هذا الباب. وهكذا أيضا الذي أوصي به أبنائي أن يكون استيقاظهم باكرا في هذه الأيام لئلا تضيع عليهم فرصة الاختبارات بسبب التعب ونحوه، وبالتالي أوصيهم بالنوم مبكرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، فمن بكر بارك الله له. وهكذا الذي أوصي به أبنائي أيضا أن يقوموا بتخصيص أوقات قبل الاختبارات في المراجعة والمذاكرة في الموضوعات التي يدرسونها من كتب أخرى، بحيث تزداد مداركهم ويكون عندهم معرفة بهذه الموضوعات التي يدرسونها، ويكون عندهم مقارنة بين الكتابات التي كتبت في مثل هذه الموضوعات. ومن الأمور التي أيضا نؤكد عليها في هذا الباب أن يحرص الإنسان على نفع إخوانه بمعلومة أو بكلمة، أو فإن من أسباب ثبات العلم كون الإنسان ينشر ذلك العلم. ولذا اليوم التواصل سهل ولا يكلف شيئا، وهناك برامج في الجوالات يتمكن الإنسان من التواصل مع زملائه من خلال المجموعات التي توجد ونحوه. فإذا وجدت معلومة أو عرفت جزئية خفية ظننت أنها محل للتعلم وللسؤال، أرسلتها لزملائك تتقرب بها إلى الله جل وعلا.
والاختبارات تذكرنا بالآخرة، وذلك أن الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته في محل اختبار، كما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن جميعا في اختبار، فنتذكر اختبار الآخرة، وهكذا نتذكر الاختبار عند وقوفنا بين يدي رب العزة والجلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفناه، وعن علمه من أين، وعن علمه وماذا عمل به. فهذه الأسئلة ينبغي بنا أن نجعلها، عندما قال: من ماله، عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وهكذا نتذكر السؤال الآخر عند القبر، هو اختبار عظيم، عندما يقال للإنسان: من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه أسئلة عظيمة، هي الاختبار الكبير الذي ينبغي بالإنسان أن يستعد له الاستعداد الكبير، والاستعداد بأن يكثر الإنسان من معرفة هذه الأمور، يعرف ربه بصفاته وأسمائه، يزداد خوفا منه، علما به، محبة له، رجاء له سبحانه وتعالى، يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته المأثورة عنه، يعرف دينه الذي ينتمي إليه، ما هي أحكام هذا الدين، ما هي أصوله، ما هي متمماته، حتى يكون بذلك ممن تمكن من الاستعداد ليوم المعاد. ومن الأمور التي أيضا أوصي بها في هذا الباب الحذر من المخالفات الشرعية في مثل هذا الأمر، سواء بالسعي لأن يغش الإنسان في مذاكرته، أو لو بذل الإنسان الذي يريد الغش الوقت الذي يجهز فيه وسائل الغش لا حفظ معلومته وأجاد فيها. ومن ثم على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بأن يترك هذا الأمر. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتطلع لأوراق الآخرين وإجاباتهم، فإن الإنسان عندما يعتمد على الله عز وجل ييسر له الأمر، وعندما يكون مراده واعتماده على الغير يخذل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم على هذا البيان. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.